الله كل شيء له مستقبل. اذا انسان يصنع ويصدر مستقبل تكون دولة صناعية عكس ما انا استورد من الخارج. ايش اللي بيمنعني انا يعني اصنع او نستورد من الخارج؟ هذا تاجر صنع واجتهد وتعلم بدا يصدر، ليش ما نصير زيه؟ والله اتمنى الجميع ان يصنع مسدسات، انه يكون اليمن دولة مصنعة من قبل نحن ما نصدر من الخارج. نحن نبيع، نحن نصدر للخارج.